انا هبتدي حاجه زي ما قلت في الاول، يعني هي مش تقيله قوي عشان بس اخلص من الموضوع ده. ودي حاله اول حاجه هناخدها يوتيراين كورزو في امينوريه. اي اندوكراينال ديس اوردر هناخده انا مقسمه بالجمله دي اللي هي ايه بقى؟ كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو. ايه بقى قصتها دي؟ اي كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو، عشان ما تلخبطش. يعني ان شاء الله الامينوريه infertility كل الاندوكراين ماشيه بالطريقه دي. ليه بقى؟ الاسباب كتيره. اذا انا ما عملتش الجمل ديت هتلخبط في الاسباب في الامتحان. يعني كونكتيف اللي هي كونجنتال، تفتكر ايه كونجنتال؟ في الرحم يقطع الدوره. تروماتيك، اي عمليه تقطع الدوره. انفلاماتوري، ايه الانفكشن اللي يجي يقطع الدوره؟ اللي هي كونكتيف تيشو از فيري فاسكولار. ايه حاجه ليها علاقه بالبلاد سبلاي؟ ام مسلينيس. يعني ايه مسلينيس؟ حاجه مش عارف احطها في دول احطها هنا. وفي عرف الامينوريه والانفيرتيليتي سندرومز، يعني انا بحط تحت مسلينيس اي سندروم احنا خدناه المره اللي فاتت. اخر حاجه تي تيومر كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو. ونبتدي نفكر بقى، تفتكر ايه في الرحم كونجيني طريقه على الدوره؟ خدناه ان الرحم ما تكونش، اللي هي اسمها ابليزيا، وخدنا موضوع اسمه مولاريان ايه؟ اجينس. ايوه بس هايبوبليزيا يعني ايه؟ رحم ايه؟ صغير. بس هل هيجي لها دوره؟ اه بس كميتها ايه؟ يبقى لازم احط قبلها كلمه سيفير. سيفير لدرجه ما يكونش فيها اندوميتريوم يجيب الدوره بتاعت العيانه. يبقى كونجنتال سببين في الرحم. ابليزيا ما تكونش او هايبوبليزيا سيفير لدرجه ان ما فيش اندوميتريوم. طيب تروماتيك استئصال الرحم، هيستريكتومي، اكتوم يعني شيل، هيستري يعني يوترس. طب شلت الرحم هيجي لها دوره منين؟ يعني يجيب لك في حاله يقول لك واحده شالت الرحم اكيد هيجي لها امينوريا. طيب ايه اشر مان؟ هو ده اللي انا هشرحه، حطيته تحت تروماتيك. طيب انفلاماتوري اورجانيزم غدد هيدمر لنا كل المحاضرات اللي جايه. هيدمر البيتويتري، هيدمر اليوترس، هيدمر الاوفري، وده مشهور قوي في مصر اليومين دول اللي هو مين؟ تي بي. تي بي ده بيعمل حاجه اسمها اند ارترايتس اوبليترانز. تي بي ده عشان اللو سوشيو ايكونوميك كلاس دلوقتي ناس كتيره جدا عندها. التي بي ده بيدمر الاندوميتريوم وبيخلي العينه ديت ما عندهاش دوره خالص. وده من اوحش الاورجانيزمز اللي هتدمر البيتويتري بعد شويه وغيره. واشر مان، انا كده ذكرت اشر مان مرتين. نيجي للفاسكولار. البلاد سبلاي بتاع اليوترس كتير قوي. لا يمكن حاجه تقفل البلاد سبلاي بتاعته حتى التعرض للاشعاع. انتوا هتاخدوا ان التعرض للاشعاع بيعمل اند ارترايتس ايه برضه؟ اوبليتال. بس مش لدرجه انه يدمر اليوترس، بس ممكن يدمر الاوفري. يعني انتوا عندكم هنا في حاجه اسمها الطب النووي، مش عارف سمعتوا عنه ولا لا، تحت في ناس بتيجي من عند سياحه وفنادق عشان تطلع تمضي بسرعه هنا. تعدي من عند سياحه وفنادق كده في مدخل كده يطلعك على النساء على طول. بعد اذنكم بلاش المدخل ده، وانت داخل ده اسمه سيزيوم. هتتعرض لاشعاع، على اخر الراوند هتبقى انفرتايل، خلاص؟ فانا امشي اطول وكل الناس بقى بتعدي. بص على الدكاتره هتلاقي في حاجه هنا منوره لونها احمر، ده معناه ايه؟ الاشعاع شغال، خلاص؟ فبعد اذنك بلاش المدخل بتاع الطب النووي ده اسمه سيزيوم. انا اجي فيرتيليتي، ده هم هناك بياخدوا بدل فيرتيليتي، انتوا عارفين الكلام ده؟ يعني الدكتور بياخد 10 جنيه بدل فيرتيليتي في الشهر والعامل بياخد جنيه، خلاص؟ فانت هتاخد ايه؟ فبعد اذنك الاراديشن ما يدمرش اليوترس، عشان كده شططتها. ميسلينيس سندروم خدناه اسمه ايه؟ ها؟ تيستيكولار فيمينايزيشن سندروم، فاكرينه؟ اخر حاجه تيومر يعمل بليدنج ولا يعمل امينوريا باللوجيك؟ بليدنج. كانسر اندوميتريوم يعمل بليدنج، عشان كده شططته برضه في الامينوريا. يبقى انا بحط الجمل دي واعرف احطها ليه بقى؟ في الامتحان بيقول لي يوتراين كوزز، اقول له كونجينيتال ايه؟ ترومات، اعرف تفكرني. تعالوا بقى ناخد اول موضوع وده سهل جدا، هنتعرف على الالات بتاعت الجاينا اللي بتجي لها في الاوسكي. وهخلي الاله تمر عليك، يعني هديها الاول الدكتور يقول اللي جنبه اسمها ايه. انت وانسى حسيتها وشفتها هتفهم ايه استخداماتها في المنهج. اول حاجه اشر مان ده قصته ايه؟ ده العالم اللي اكتشفه، اسمه انترايوتراين ساينيكي. يعني ايه ادهيجن؟ ليه سببين. السبب الاولاني اوفر كريتاج. وايه الكريتاج ده؟ تحت دي معلقه كحك همررها عليكم، كل واحد يمسكها في ايديه. ملقة الكحت دي بتتمسك ازاي؟ اربع صوابع ورا وصباع قدام كده. انا حكحت العينه نايمه على السرير كده، كده بكحت اني وول انتير كده بوستير كده، لا يبقى دي بكحت بيها اليوتراين. معلقة الكحت دي صح ان انت وانت بتكحت
يا ريت ما تكحتش البيزل اندوميتر. انتوا عارفين طبعا ان في تو لايرز سوبرفيشال وايه. طيب دلوقتي لما بيجي لها الدوره اللي بيقع مين؟ البيزل الزواقع بتبقى مصيبه، هو اللي بيعمل ايه؟ ريجنريشن. انت بقى عندك ضمير زياده، ودي العمليه الوحيده اللي الضمير ما ينفعش. قاعد تكحت تك لغايه زورها، يعني شلت البيزل اندوميتر. حد يقول لي هيجي لها دوره؟ يبقى الدكتور عمل ايه بقى؟ اوفر كريتاج. تقول لك واحده ده دايما الدكتور سلطه الاهواني ده استاذ عندنا يقول لك في الحاله دي بلاش ضمير، وانت بتكحت تقف في حته معينه. سؤال شافه بقى، اما احس ايه؟ حد يعرفها؟ يعني انا بكحت ومش شايف اهو، اول ما احس حاجه هوقف. حاجه كده، ايه الاحساس اللي احسه وانا بكحت؟ لا، حاجه مرمله اسمها جريتي سنسيشن. ده البيزل اندوميتر، واحنا بنعلم النايب كده. انت اقعد اكحت اكحت هتلاقي كل حاجه طريه، اول ما تلاقي جريتي وقف. كده انت وصلت لانهي لاير؟ البيزل. ده سؤال شفوي، الكحت بتاعك لغايه ما جريتي جي ار اي دبل تي واي. يبقى انا هقعد اكحت 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 لغايه ما احس حاجه مرمله تحت ايديا. الدكتور ده بعد ما كحتها ما بقاش في دوره، وانتوا عارفين الدوره ديت حلوه ولا وحشه للستات؟ حلوه قوي، ده هي اللي بتخلصها من الانفكشن. اللي انت ما تعرفوش ان الستات عمر ما بيجي لها كرونيك اندوميترايتس. ليه؟ اندوميتر بياخد الانفكشن وعلى الشارع. انت كحتها وما جالهاش دوره، يدخل مين بقى؟ الخطوه الثانيه انفكشن. يبقى انت عندك تو فاكتورز قدامكم يعمل اشهر مان سيندروم. اول حاجه اوفر كريتاج، يجي لك في الحاله كده يقول لك الكحت. حاجه ثانيه دخل ايه؟ انفكشن. عمل ادهيجن بيسموها انترايتوراين ساينيكي. السؤال بقى، هو لازم كريتاج؟ كتاب الاسم لا، كاتب اربع اسباب ممكن يعملوا اشهر مان بدون اوفر كريتاج. هكتبهم هما وتكتبهم جنبها. بعد ما اكتبهم هنفهمهم. اول حاجه اي او دي. هو ايه الاي او دي ده؟ انترايوتراين ديفايس. انا همرر الاله ديت، انت شخص بتديها اللي جنبك على اساس بس نخلص من الالات دي. اسمها يوتراين كيوريت، عليكم في الالات في اخر السنه. طيب نيجي بقى على اللولو. انا جايب لكم لولب مثال فيه لغايه ما ناخد بقيه انواع اللوالب، برضه هيعدي عليك ما فيش حد يسرقه. خلاص، لولب صغير جدا وفيه فتلتين. اللولب ده ايه مشكلته؟ انه فورين بودي اما بيتحط جوه اليوترس ده نواه يقعد عليها ايه؟ الانفكشن، وبالتالي يحصل اشهر مان سيندروم. هل محتاج كريتاج؟ لا. يبقى اول سبب ممكن يعمل اشهر مان بدون اوفر كريتاج اللي هو مين؟ ها؟ اي او دي. هيعدي عليكم ده نوع من الانواع بتاعته، فتلتين مدلدلين يطلع عليهم مين؟ الاورجانيزم. يبقى ده اللي هو بالنسبه للاي او دي. طب غير الاي او دي تي بي، يبقى تاني حاجه اهو تي بي. التي بي اللي انتم ما تعرفوهوش انه بيقعد في حته في الرحم، حد يعرف مكانه؟ حته كده في الرحم ما بينزلش مع الدوره. في الكورنيو. يعني ايه الكورنيو؟ الانجلز بتاعت اليوترس. يعني انت عندك هنا ده الرحم كده بيقعد هنا في الكورنيو اليمين والشمال، ده تي بي. عمره ما بيقع مع الدوره، ده بقى ممكن يعمل اشهر مان بدون كريتاج. يبقى ده تاني سبب يخلي العيانه يجي لها، يعني جاب لك في حاله تي بي، طب انا متوقع ان فيها اشهر مان سندروم. الحاجه الثالثه بعد الولاده اللي هي بيربرال انفكشن. هو ايه البيربوريان دي؟ اللي هي الفتره اللي بعد الولاده. الاميونتي في الحاله دي بتبقى ايه؟ قليله، فرصه يحصل اشهر مان. حاجه الرابعه بوست ابورتف، يعني بعد ايه؟ بعد سقط. على فكره بعد السقط برضو الاميونتي واطيه. اربع اسباب ومفيش غيرهم، خلاص؟ يعملوا اشهر مان بدون مكحه، اللي هو اي او دي، تي بي، بيربرال انفكشن، بوست ابورتيف. نرجع بقى لموضوعنا، انا كحت العيانه او حصل اشهر مان، ايه الاشكال اللي قدامي دي؟ هما نوعين. على ايديكوا الشمال ده دكتور حمار رسمي كحت كل الاندوميتريوم، خلاص؟ فبقى كله ايه؟ فبسموه كومبليت. دي جالها دوره تحمل، يبقى عندها سكندري امينوريا، سكندري انفرتيلتي. دي بقى كحت جزء وقطع الاندوميتر بس الباقي لسه موجود، يعني الضمير صحي وهو بيكحت. فالعينه دي اسمها بارشل. حد يقول لي يجي لها دوره ولا لا؟ بس كميتها زي الدوره الطبيعيه؟ لا، يبقى ايه؟ ها؟ هايبومينوريا. طيب تحمل؟ بس تسقط. ليه؟ فايبر سوشيال مش افتح اسباب الهابيتشوال ابورشن.
هتلاقي اشر مان لازم اكتب النوع ده اللي اسمه ايه؟ بارشل. يبقى لازم احدد النوع، لان البيبي مش هياكل من الفايبرس تيشو ده. يبقى احنا النوعين اللي قدامكم دول ده كومبليت وده بارشل. مين فيها امل؟ بارشل طبعا ده. بس على فكره احنا بنعمل عمليه دي الله اعلم ممكن يكون في حته اندوميتريوم جوه. يبقى انت عندك هنا كومبليت وده بارشل. انا لسه عينه شايفها، انا بس بقول لكم امثله عشان تثبت. لسه عينه شايفها جايه من جنوب السودان. اللي حصل ان هي جالها بوستبارتم هيمرج، يعني نزيف بعد الولاده. الدكتور من كتر الرعب جمع علاقه كحت وعمل ايه في اليوترس؟ كحت كل الاندوميتريوم. وبعد ما كحته الدوره ما جاتش من ساعتها بقى لها سنتين. عملنا اشعه بالصبغه اللي هنشوفها، ما لقيتش الاشعه بالصبغه نقطه بتدخل. بس لما بنعمل سونار لقينا حته اندوميتريوم رفيعه 3 مللي. عنق الرحم بلوكد بالاديجن. طبعا بتاخد تو سيتنجز العادي، دخلنا بالهيستروسكوب المنظار الرحمي اللي هنشوفه، دخلنا قطعنا وفتحنا كافيتي. ها بس هل في امل؟ اه في حته اندوميتريوم هكبرها بالاستروجين هتشوف دلوقتي عشان تغطي الحته اللي فيها ايه؟ اديجنز. يبقى ما يسالك مين فيهم فيها امل؟ اهي طبعا. واقول لها دي تمضي على اقرار ان ممكن ما تجيلهاش الدوره. تعالوا بقى نشوف الانفستيجيشن. انا الموضوع ده اهم حاجه فيه انفستيجيشن. هعرفكم على اي رحم في المنهج. ده اليوترس. ده اليوترس الطبيعي وده حجمه الحقيقي على فكره، ده اللي هنركب فيه اللولب ان شاء الله. اليوترس بتاع الستات عشان اعمل له انفستيجيشن بعمل له اربعه من تحت واثنين من فوق، ايه دول؟ هثبتهم، يعني لما نيجي ناخد ورم ليفي ده في الرحم اقول لك قول الانفستيجيشن هم دول. لما اجي اخد ابورشن عايز اشوف الرحم اخباره ايه؟ اربعه من تحت واثنين من فوق، وهعرفك اساميهم، انت لسه اول مره تسمعهم، وجايب لك الالات بتاعتهم. اول انفستيجيشن ساوند ده من تحت. ايه الساوند ده؟ اهو وقلنا بنمرره، هو وصل فين الكحت دلوقتي؟ انا شايف اللولب بس. طيب عندنا هو ده اسمه يوتراين ساوند. طب امسكه ازاي؟ كده. ايه ده؟ لوزلي كده او كده؟ اوعى حد يمسكه لي كده، الدخل تخرج. خلاص؟ انا بمسكه فيري لوزلي وادخل من عنق الرحم بتاع العيانه وادخل اخبط في الفندس بتاع اليوترس، بشوف طوله، بشوف الرحم قلب على قدام ولا ايه؟ ورا. ده اسمه يوتراين ساوند. يبقى اليوتراين ساوند بتمسك لوز لي كده عشان ما تبقاش عافيه. اليوتراين ساوند امسكه كده وقطره 4 مللي، يعني مش محتاج ايه؟ انستيزيا. على فكره عنق الرحم يستحمل كل حاجه ما عدا الدايليتيشن، يعني اي واحده تجي لي في العياده ادخله عادي خالص لانها تستحمل كام مللي؟ 4. وده سؤال، هل ده لازم اعمل له انستيزيا؟ في سؤال بقى في الالات عشان نخلص منه، هل ده ايه الكومنس كومبليكيشن بتاعته؟ هتقولوها غلط. ايه الكومنس كومبليكيشن؟ على فكره هي انفكشن. خلاص الناس كلها بتقول ايه؟ بيرفوريشن. انت هتاخدوه ان شاء الله في الاوسكي يقول لك الكومنس كومبليكيشن از انفكشن مش بيرفوريشن، لان انت مش حمار. ما هو اذا كنت حمار يبقى انت هتدخل تعمل ايه؟ بيرفوريشن. ده اسمه يوتراين ساوند. اذا دخلت في الست الكومبليت هل هيدخل ولا لا؟ الكومبليت مش هيدخل خالص. طب في الانكومبليت البارشل هيدخل بس بصعوبه. لو مكتوب جنبه يعني ما تنساش هنا ان الساوند امبوسيبل في الكومبليت ديفيكالت في مين؟ في البارشل. بس مش دايجنوستيك. يعني لما يقول لي ايه اهم انفستيجيشن مش ده. ده اسمه يوتراين ساوند اتمسك كده لوز. ندخل لتاني انفستيجيشن اهي. دي مهمه جدا وعليكم الشعب الصبغه. الشعب الصبغه دي اله اسمها انسفليشن كانيولا. انسفليشن يعني ايه؟ هدخل حاجه جوه الرحم. ادي الرحم بتاع العيانه وهناخده كامل ان شاء الله في الانفرتيليتي. هشرح لكم بالظبط بالشكل كله. العيانه بتنام على جهاز اشعه. وادي العيانه صاحيه اجيب الاله ديت وادخلها في عنق الرحم. هل بتدخل؟ هل محتاجه انستيزيا؟ الاجابه برضو لا. قطرها كام يبقى؟ 4 مللي. ها؟ طالما 4 مللي تعدي. انا باجي واروح حقن صبغه. حد يقول لي اما الصبغه تعدي تدخل فين هنا؟ في اليوترس. وايه دول؟ تيوبز. يعني انت قصدك تقول ان الصبغه اما تعدي بتدخل جوه الرحم وجوه الانابيب. فعشان كده سموه ايه بقى؟ تعالوا نشوف الاسم. اتش اس جي. ما انا عايز افهم كلمه كلمه. اتش يعني هيسترو يعني يوترس. سالبنج يعني ايه؟ تيوبز. طب جرام. اي جرام في النساء دايو اكس راي. يعني لما يجي يقول لك هيسترو سالبنج جرام في النساء تقول له دايو اكس راي، يعني هحقن صبغه واصور. يبقى احنا كده عندنا، سيبه كده حلو. يبقى احنا هنا عندنا هيسترو سالبنجوجرام يعني اشاعه.
إشاعة بالصبغة من تحت. هو أنا ليه بقول من تحت؟ حد يعرف؟ يعني ما أجي أسأل واحدة في الشيت أقول لها أنت عملت إشاعة بالصبغة وأسكت؟ إذا ما قلتش من تحت في غلطة، حد يعرفها؟ وفي من فوق؟ إيه هي؟ دي بتاعت الكلم، بتاعت المسالك، بيحنوا صبغة أهي، يبقى لازم أحدد العيانة. هو حضرتك بتعملي إشاعة بالصبغة منين؟ هتروح رد عليك تقول لك من تحت يبقى مين؟ هيستوجرام. تفتكر الضاي بتبقى لونها ريدي أوبيك، تبان لك باللون الإيه؟ أبيض. هل الحتة اللي فيها أديجنز هتبان؟ يبقى تبان لك باللون الأسود. الصورة دي عليكم وأنا بتهيألي هوريكم الحقيقة في الآخر. دي دايجرامات. أنا لما حقنت صبغة ودي موجودة عندك، لقيت كل الكافيتي أبيض ما عدا دول. حد يقدر يقول لي دول أكيد أديجنز ولا لأ؟ مالتيبل فيلينج ديفكت، ده يجي لك حاله، هل دي اكيد اديجنز؟ ممكن تبقى ايه؟ بوليب. عشان كده برضه مش دايجنوست. يعني هي بتقول لي احتمال اشرمان سيندروم. يبقى هل الهيستوسالبنجوجرام دايجنوستيك الاجابه؟ برضه لا. الاله دي اسمها ايه اللي همررها لكم؟ ها؟ انسفليشن كانيولا. بحن بيها مثلين بلوف المنظار لما نيجي نعمله. بحن بيها صبغه اسمها انسفليشن ايه؟ كانيولا. لا ده مالتي لود، ما احنا لسه هناخدوه، انت عندك انواع كتير. ده المالتي لود، كبر اي دي ده بتاع مصر ايه هجيبه لك، ده بجنيه. تعالى يبقى ده اسمه ايه؟ ها؟ هيستروسالبنجوجرام، وقلت لكم الهيستروسالبنجوجرام ده هو بيبين لي مالتيبل فيلينج ديفكت، مش دايجنوستيك. نيجي اللي بعده، ده هيسترو يعني ايه؟ ده اللي كان مركز. يوترس، سكوب. منظار. منظار، ده بقى خرافي، منظار رحمي. المنظار الرحمي ده هجيبه لكم هنا، هوريه لكم ده بالصور بكل عشان تتخيلوا. المنظار الرحمي ده في العياده دلوقتي اللي انت ما تعرفوش، وبيدخل ويزاوت انستيزي اسمه اوفيس. العيانه الصاحيه بتدخل لها المنظار جوه كانه الاوضه اللي انت قاعد فيها دي. تخيل؟ ادي الاوضه، ده الرحم، ده انهي وول؟ انتيرو، ده انتو بوليباي. اه والله بالاحجام دي كل حاجه واضحه، دي فتحه التيوب، بصوا عليه، دي فتحه التيوب. دي الفتحة التانية، يعني أنا باصص على الرحم من جوه منظر في ملون وبتاخد سي دي. لا أنا بتبقى فرحانة جدا، بص على الشاشة كده، ده الرحم بتاعك من جوه، شايفة الالتصاقات اللي هو أنتو، ها؟ العيانة دي طبعًا بتطلع بقى ساتيسفاي. ذا بيست انفستيجيشن إز هو هيستوسكوب، وده في الإم سي كيو. يبقى بقول لك وات إز ذا بيست انفستيجيشن أوف أشرمان سيندروم؟ الإجابة هيستروسكوبي. بتطلعوا في الأنوار ليه؟ اضربهم اكمل ولا يبقى هيستروسكوبي ده فظيع. ده كان في دكتور عندنا اول واحد يعمل الموضوع ده، دكتور اسامه شوقي، ده مشهور جدا طبعا. الدكتور اسامه شوقي شاطر جدا، اشطر واحد بتاع هيستروسكوب في مصر من زمان. كان جاب السرير اللي بيتحرك بالكهرباء، مش عارف تعرفوه ولا، يعني كان وقتها ما فيش بقى سرير بالريموت كنترول، فهو بيحب يعمل شو شويه. كان يدخل العيانه في اوضه وهي مش شايفاه، ومره واحده هو قبل ما يدخل يروح ضغط على الزرار تلاقي السيد بقى بيفتح رجليها وتقول الله 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 الله، بعدين هو يظهر بقى. هو بيحب الشو جدا ويدخل بالمنظار شايف الرحم بتاعك ويقطع الاديجنز بيها. اجمل انفستيجيشن از ايه؟ هيستروسكو. نيجي بقى رقم اربعه، معلقه الكحت اللي معاك. بيقول لك هاخد اندوميتريال بايوبسي. حد يقول لي ليه وحشه؟ اصلا سبب الموضوع ايه؟ كحت، اروح كحت تاني؟ يعني دي بصراحه ما بتتعملش، بس هو رخيصه 7 جنيه وتعقمها. انا قصدي اقول الاستروسكوب غالي بس خرافي. نيجي بقى اتنين من فوق، سونار، اشاعه تلفزيونيه، الترا ساوند. تفتكر لما اعمل سونار على الرحم هل بيبان الاديجنز بالسونار؟ الاجابه لا. اوعى تكون فاكر انت هتشوف اديجنز، انت هتشوف زي الاندوميتريوم بالظبط. راح السؤال بقى في الامتحان، طب ازاي اخلي السونار يشوف الاديجنز؟ بعمل حاجه اسمها اس اي اس، دي هشرحها واوريكم صوره زيها. اس يعني سلاين، محلول ملح. انفيوجن حقنه. سونوجرافي بالسونار، ازاي؟ بجيب قسطره زي دي كده، واجيب الرحم بتاع العيانه هي صاحيه، وادخل القسطره من هنا فين؟ عنق الرحم بتاعها. طبعا بتبقى قسطره نيلتون مش زي دي. وبعد كده في ناحيه بحقن منها. احقن محلول ملح واعمل سونار. دايما الميه في السونار بتبان باللون اسود، فاكر بيبي حواليه ميه لونها ايه؟ اسود. فيقول لك الميه دخلت هنا تبان لي ايه؟ سودا، وتعدي في مين كمان؟ في التيوب. العينه صاحيه وانا بحقن والصلاين بيعدي في هل الحته اللي فيها اديجنز هتبان لي سودا؟ طب هتبان لك ايه؟ بيضه، ده عكس مين؟ الهيستوجرام.
اللي عليكم الهيستوجرام، انتوا مش عليكم الاس اي اس كصور. اللي بيجي لك في الامتحان لا هجيب لك صورته. بس الاس اي اس عشان افهم ان انا بحقن سلاين من تحت، السلاين بيدخل الحته اللي ما بتاخدش السلاين تبقى لونها ابيض عكس مين؟ الهيستوجرام. بتتعمل بس بصراحه الهيستوجرام احلى. ليه؟ لان بحقن والعيانه نايمه ممكن تمام، فبحقن داي والداي تقيله فبتدخل في بطنها وتتوزع، واعرف كمان في اديجنس في بطنها ولا لا. يعني الهيستوجرام احلى من اس اي اس. نيجي بعد كده على لاباروسكوبي خرموسكوب. الاله ديت بس هناخدها، انا بسميه كده خرموسكوب. ادي اسمها فيرس نيدل، وريتها لكم المره اللي فاتت. ابره فيها سوسته. بعمل ايه بقى؟ باجي واروح ماسك بطن العيانه واروح خارمها تحت الامبليكس او فوق الامبليكس. ما بخرمهاش كده كده الاورطه، انا بخرم كده. وانفخ بطن العيان، وبعد ما انفخها ادخل بالخابور ده اللي قلنا عليه اسمه تروكر. اروح خارم بطن العيانه كده واطلع بده. واسيب الكانيولا دي. الكانيولا دي هدخل بايه بقى منها؟ بكاميرا. ابتدي اشوف الرحم من بره، التيوب من بره، هل هيبين اشر مان ولا لا؟ يبقى سؤال بيجي في امسكوبا، ايه الاونلي انفستيجيشن كانت دايجنوز اشر مان سيندروم؟ لاباروسكوب. الله. وغالبا الوصل. نعم. هو يا دكتور ليه ما ينفعش بنتريت اليوترس؟ ليه؟ ما ينفعش زي ما عملت الابدومين قبل ما تريت اليوترس؟ لا، تخرم الرحم عشان تتفرجي على الاندوميتريم؟ اخرم الرحم نفسه؟ انت عملتي له بيرفوريشن يوم ما تحمل تفرقع. كده يبقى هلخص كلامي لان خلاص الموضوع خلص. ايه اهم انفستيجيشن اختاروا معايا؟ ها؟ هيستروسكوب. ايه الوحيده اللي عمرها ما تنفع تشوف اشر مان؟ لاباروسكوب. وانا دايما بحل الاسئله في الامتحان، لاباروسكوب بيشوف الحاجه من فوق، هيستروسكوب بيشوف الحاجه من تحت في اليوترس عشان ما تلخبطش. تعالوا بقى على علاجها. الست دي هعالجها ازاي؟ تريتمنت. في حاجه غلط يا الماوس مش واصل. في واحد بيرتعش، في حاجه بترتعش. خلاص بقى. العلاج بقى تفتكروا بالهيستروسكوب ادخل بمقص، هجيب لكم رفيع قوي واقعد اقصقص. طبعا انا شايفه في الكاميرا ايه؟ ضخم جدا. اقعد اقصقص الاديجن اندر فيجن ولا ادخل بمعلقه الكحت اللي معاك واكحت الاديجن؟ طبعا بالاستروسكوب اهي. يبقى اول انفستيجيشن مهم او تريتمنت هعمل ادهيزولايسيس بالهيستروسكوب. طبعا كتاب الاسم كاتب اور دي ان سي. ايه الدي ان سي دي؟ حد يعرفها؟ ايه دي او سي؟ دايلاتيشن كريتاج. دي وحشه. يبقى انت بتعمل بايه بقى؟ خلاص الاستروسكوب كان زمان مش موجود، دلوقتي بقول لك في العياده وممكن اجيبه في اي مكان في ثانيه، وبتاجره بكام؟ ب 600 جنيه. يعني بيجيب لك المنظار بالشاشه بكله، ان شاء الله عايزين تتفرجوا عليه هنا، واحنا بنعمله ب 600 جنيه. يعني قصدي اقول الهيستروسكوب بقى افيلبل، يبقى الاحلى هيستروسكوبك اديزو لايسنس. بعد ما اقطع بقى انا خايف يحصل حاجه، حد يعرفها؟ انا قطعت اديجنز فالاثنين رو ولا لا؟ فممكن يحصل ايه؟ طب اعمل ايه بقى؟ عايز احط حاجه امنع ان التولز يلزقوا. بحط اللولب اللي معاك، لولب. انا لما احط لولب هل هيلمسه؟ بس مشكله اللولب ممكن يدخل ايه؟ طيب ما ندخل القسطره دي. في ناس بيسالوك ايه استخداماتها؟ اسمها فوليز. القسطره دي فيها بالونه، هي ليها تو ويز. يعني انا دلوقتي هحط هنا سلاين، وهتشوف دلوقتي هنفخ بالونه اهي، خليها تعدي جنبك دلوقتي اهي. انا بدخلها في العيانه جوه الرحم وانفخ البالونه واسيب البالونه دي كام يوم. تعمل ايه في الولز؟ ما تخليهمش يلمسوا. يبقى انا منعت ري ايه؟ اديجن. هي اسبوع واحد وشال. ودي انتي باودر. يبقى ديت اللي اسمها فوليس كاسيتر، استخداماتها في المنهج هنعرفها. دي بتاعت قسطره بتاعت بول. انا بعمل بيها ايه؟ ابعد التو وولز عن بعض. بعد كده بقى عايز ارجع الاندوميتريم بتاع العيان. يعني ممكن يكون في حته اندوميتريم صغيره. ايه الهرمون اللي بيعمل بروليفريشن؟ استروجين. استروجين. بس اقدر اديه لوحده ولا لازم ادي معاه بروجستيرون؟ احنا قلنا ليه الاستروجين ملايه مع بروجستيرون؟ عشان كارسينوجين. يبقى انا بدي ايه بقى؟ بدي استروجين اند بروجستيرون عشان اعمل كلمه اسمها ايه؟ ريجينريشن. ايه بقى حاجه تقولها لي العيانه في التليفون اقول الحمد لله العمليه نجحت؟ هي بتاخد 21 يوم وتوقف، تاخد 21. اول ما ينزل نقطه دم، عارف نقطه؟ اعرف بقى ان الاندوميتريم ده هتعرف تكبره ويغطي بقيه الايه؟ تقول لي نقطه بس، يبقى كده في امل.
يبقى العيانه بسالها هل نزل بعد ما وقفت الاقراص دي اي دم؟ اه يبقى نجحت. وان شاء الله هتنسوا تدوا برود سبيكترم ايه؟ انتي بيوتيك. هم الثلاث اسئله وهمسحها. حد يقدر يقول لي ايه البيست انفستيجيشن عايزك تطلع بيه المحاضره؟ هيستروسكوب. ايه الحاجه الوحيده اللي لا يمكن؟ لابروسكوب. ايه البيست تريتمنت؟ هيستروسكوبك. كتاب الاسم كاتب الاستروجين والبروجستيرون لمده 3 سايكل عشان بس ما حدش يسالني المره الجايه. يعني ايه 3 سايكل؟ 3 دورات. حد يعرف ليه؟ يعني ليه ما تدوش دوره واحده؟ ليه ما تدوش 6؟ اشمعنى 3؟ اي ست، اي ست عشان انظم لها الدوره لازم اعمل ترايل 3 تايمز. ده حاجه غريبه جدا. اي ست عندها مشكله في الدوره اقول لها لازم تتكرر كم مره ورا بعض؟ 3 عشان اقول لك هبتدي معاك. هي قصتها ثلاثات. يبقى انا علشان ارجع الاندوميتريم بديها كام سايكل واشوف النتيجه؟ ها؟ 3 سايكلز. نزل دم اوكي، ما نزلش خلاص كده مفيش امل. يبقى ده اللي هو اسمه استروجين اند بروجستيرون لمده كام سايكل؟ اتفقنا 3. ابتدي بقى اهم موضوع ونركز فيه بقى، لان بعد ما اخلص هشاور على حد يقول لي ان في حاجات كده في وسط المحاضره انت اللي هتقدر تقول لي، اللي هو البي سي او. ده بقى اسخف موضوع في الاندوكراين. نعم. هيبقى ايه اللي ايه؟ نفترض التيوب مقفوله، ها؟ ده مش هتعدي، يبقى حاجه مالهاش علاقه بالاشر مان. انا عايز اعرف الاشر مان، لازم ادخل من تحت، فاهماني؟ ما ينفعش لابروسكوب خالص، فهمتني ولا؟ نيجي بقى على الفسيولوجي. هنرجع لصفحه الفسيولوجي تاني عشان كمان حتى اللي ما حضرش المره اللي فاتت، احنا قلنا كل مره بندي معلومه زياده. هدي مقدمات قبل ما ابتدي البي سي او، واعيده اكتر من مره، يعني اذا ما فهمتوش في الاخر يبقى انت فيك حاجه. ها؟ نشوف مع بعض الاكسس بتاع الستات وهزود معلومات. طلع ان الستات عندها هايبو سلام، في نيوكلياس اسمها اركويد، دي قلناها بتطلع هرمون اسمه جي ان ار اتش، بيطلع في الستات ايه؟ بالسز. قلت لك شرط في الست لازم بالسز. ليه؟ هيشتغل على الجلاند اللي اسمها بيتويتر، هيطلع اذا البالسز زادت مين؟ اف اس اتش. طب قلت البالسز يطلع الاتش، طب ما فيش بالسز لا ده ولا ده، يعني واحده ما عندهاش البالسز دي مش هيطلع لا اف اس اتش ولا الاتش. اف اس اتش من اسمه فوليكولار ستيميوليتنج هرمون، هيشتغل على المصنع. مصنع مين؟ اوفري. هيدخل كام فولكل تتشاف في السونار؟ 20. كام واحده بتكبر؟ واحده اسمها دوميننت، لغايه ما ناخد الفسيولوجي كله، من 18 ل 24 مني. فراحوا مسميين ده فوليكولار فيز عشان فولك. طلع الاتش ايه ده؟ سيرج. قلنا ايه الفرق بين سيرج وبيك؟ سيرج يطلع وينزل، امال بيك جراديوال اونست جراديوال دروب. فرقع الفوليكل وساب مكانها جسم اثر اسمه كوربس لوتيال، وده مات بالوقت بقى اسمه كوربس البيكنز. هيطلع من النص الاول هرمون، مفيش حد يتلخبط بقى، ما قلتوليش استروجين اي 2 اللي هو استرا دايول. امال في النص الثاني هيطلع بروجستين وبتنسو مع مين؟ استروجين. طلع ان الاستروجين بيعمل ايه على ايه الاندوميتريم؟ بيعمل بروليفريشن، فراحوا مسمينه بروليفريشن. امال البروجستيرون بيمهد الحمل فبيعمل سكريتوري، في الاخر يطلعوا يعملوا ايه؟ نيجاتيف فيدباك، فيحصل دوره. الاكسس ده سميناه اسم، حد فاكره؟ هايبوثلامو بيتويتري اوفاريان يوتراين اكسس. انا هزود معلومتين بقى النهارده. اول معلومه انا عايز اعرف ايه سبب ده؟ ايه ده؟ سيرج ده هستفيد منه النهارده في الامينوريه. طلع ان سبب السيرج ده عارفينه ده مين ده؟ استروجين. حاجه غريبه قوي، احنا عارفين اي هرمون في الفسيولوجي اما يزيد تحت بيعمل ايه فوق؟ نيجاتيف. ده لا بيعمل بوزيتيف، ودي حاجه غريبه جدا. يعني الاستروجين لما يعلى فوق رقم هكتبه لك دلوقتي يعلي سيرج فيفرقع الفوليكل. هعملها لك اهيت على الرسمه. اكتر من 200 بيكوجرام بير ملي لمده 36 ساعه لقيته يعمل بوزيتيف فيدباك على مين؟ على الاتش. على فكره دي معلومه غريبه جدا، يعني لما الاستروجين يعدي في الدم الرقم ده زي اسمه 200 بيكو، على فكره الاستروجين دايما بيكو جرام، بيكو جرام بير ملي لمده 36 ساعه يروح مطلع لك سيرج في فرقع الفلك. كده عرفنا سبب السيرج، ودي غريبه حتى بتوع الفسيولوجي مش فاهمين ايه حاجه تزيد تحت تزود حاجه فوق. فطلع ان ال اتش ما بيطلعش الا اذا ده عدى كام؟ انا قلت
200 بيكو جرام بير ملي لمده كام ساعه؟ 36. المعلومه الثانيه انا عايز اعرف هو الاي 2 ازاي بيتكون؟ اللي هي في صفحه كام عندكم في المذكره؟ اهي دي الصفحه الثانيه الثالثه الرسمه دي. دي موجوده في الفسيولوجي قلنا بناخد كل مره حته فسيولوجي. ايه بقى الرسمه دي اصلا؟ دي الفوليكل بتاع الستات. بتتكون من ملك ده اسمها ايه؟ اوفر. الملكه دي حواليها خدامين اسمهم جرانيلوزا، يبقى ده تركيب الفوليكل، ادي ملكه ودول كلهم اسمهم جرانيلوزا، واحنا ليه سميناهم خدامين؟ عشان بيفرزوا هرمون اسمه ايه؟ اي 2، الاي 2 ده اللي بيغذي الاوفر، وده فلويد ريتش ان اي 2. حواليه ممبرين، شايفينه؟ الممبرين ده ربنا خايف على الملكه، فقافل عليها بحاجه اسمها ممبرينا جرانيلوزا، اسمها كده، يبقى ده اسمه ممبرينا جرانيلوزا. يعني مفيش بلاد سبلاي بيوصل للجزء ده. بعد كده في خلايا بتيجي من الاستروما اسمها ثيكا انترنا وثيكا ايه؟ اكسترنا. تركيب الفوليكل تاني ايه ده؟ اوفر. دول جرانيلوزا، ده فلويد ريتش ان استروجين. دي ممبرين اسمه ممبرينا جرانيلوزا. اللي بره دولت ثيكا، يعني ايه اللي في الرسمه يوصل لها بلاد سبلاي؟ ثيكا. يعني البلاد سبلاي ما بيوصلش للجرانيلوزا ولا الاوفر. انا بقى عايز اعرف ازاي ده اتكون مع انه بيجي من ماده خام في الدم وانت قلت ما بيوصلش. دي ثيوري مكتوبه في كتاب الاسم اسمها تو سيل ثيوري، خليتين بيلعبوا مع بعض، هحكيها مرتين ودي اللي هتخلص البي سي او. بيقولوا ان الكوليسترول الماده الخام دي جايه من الدم، كام كربونه مكتوب؟ 27. ضخم تخين، يبقى انت عندك الكوليسترول الماده الخام 27 كربونه، يجري في الدم ويروح لمين؟ دي ثيكا. اول ما يوصل للثيكا ما بيعرفش يعدي منين؟ من الممبرين. ليه؟ عشان كبير. فيبتدي يطلع انزيم اسمه ديزموليز، عامل زي المقص، يقصقص ال 27 كربون يخليهم 19، دي مش 18، اللي هو مين؟ اندروجين. يعني انت قصدك تقول ان الديزموليز هيطلع يشتغل في الثيكا يقصقص الكربونات دي عشان يرفع، يوصل كام كربونه؟ 19. الاندروجين بقى رفع، يعدي باي ديفيوجن جوه لمين؟ دي جرانيلوزا، ويتحول بانزيم جه في الام سي كيو اسمه اروماتيز، ده على فكره بيجي كتير جدا، حوله من اندروجين الى استروجين. كده كام خليه بيلعبوا مع بعض؟ اثنين. حد يقدر يقول لي ثيكا عملت ايه في الرسمه؟ ثيكا حولت ايه لايه؟ كوليسترول الى اندروجين بانزيم اسمه ديزموليز. ده مش مهم، ده المهم. امال الاندروجين لما دخل جوه تحول لاي 2 بانزيم اسمه اروماتيز، وده مش انزيم واحد، ده ملايين، بس هو بنسميهم على بعض اروماتيز. طيب مين اللي قال يلا يا ثيكا حولي الكوليسترول لاندروجين؟ مين اللي قال يلا يا جرانيلوزا حولي الاندروجين الى استروجين؟ طلع ال LH هو اللي بيحول ال ايه؟ كوليسترول الى، يعني بيشتغل على مين دي؟ ثيكا. امال ال FSH بيشتغل على الجرانيلوزا يحول ها اندروجين الى؟ بمعنى الكلام ده اللي هيقوله معايا همسح الرسمه وندخل بقى على البي سي او. حد يقدر يقول لي اف اس اتش بيشتغل على انهي خلايا؟ على الرسمه قدامك. على الجرانيلوزا يحول ايه لايه؟ اندروجين الى استروجين. طيب هو ال LH بيشتغل على انهي خلايا؟ ثيكا. يحول ايه لايه؟ كوليسترول لاندروجين. كده خدت معلومتين. حد فاكر ايه سبب السيرج؟ الاستروجين عالي في الدم اكتر من 200 بيكو جرام بير ميلي لمده كام ساعه؟ 36. قلت لك هنا ثيكا بتاخد ايه تحوله لايه؟ عشان همسحها كوليسترول لاندروجين. مين اللي بيشتغل عليه؟ ال اتش. امال جرانيلوزا خدت ايه حولته لايه؟ اندروجين استروجين. مين اللي اشتغل عليه؟ اف اس اتش. نيجي بقى لموضوع البي سي او ده في صفحه كام؟ كده دي الحاجات اللي انا عايزها. ادي البي سي او. اذا خلص ده هرتاح، ده اسخف موضوع وبيجي كيس. هما عالمين، الصفحه دي اذا انا خلصتها خلصت. هما عالمين، واحد اسمه شتاين وواحد اسمه ليفنثال عام 1935، شو من زمان قوي. قبله واحدة اسمها سهى، في حد هنا اسمه سهى؟ بس معلش مش انت بقى، يبقى انا هقوله مش عليك عشان ما نقعدش بقى على الاخر نقعد نعيط، فاهم؟ يبقى قبله واحدة اسمها سهى. ايه بقى اختصار كلمة سهى؟ هتلاقوها في الصفحة اللي بعديها. مش قال قايد على فكرة. اهي. ده الكتب هي اللي كاتباها كده اهي سهى. اس ستريلتي عقيمه. خلاص؟ او اوبيزيتي مليانه.
وحياتي مش مليان الحمد لله. ها اتش هير شوت عندها شنب وايه ودقن. اخر حاجه امينو راي. ايه الحاجات دي؟ فرانس امينو سيندروم، يعني لها حاجات ملهاش علاقه ببعض. اس ستريليتي وهنغيرها تبقى انفيرتيلتي عشان بيحملها. ستريليتي يعني عقيمه. او اوبيزيتي مليانه، هنعرف علاقه دول ببعض. هير شوت عندها شنب ودقن، اخر حاجه امينو راي. اما لقوا دول راح قالوا شتاين ليفل سيل سيندروم. احنا بقى اما عملنا سونار لقينا العينه دي عندها حاجه اسمها تكيسات على المبيض اهي. احنا ما عملنا سونار وراحوا مسمينه ايه بقى؟ بي سي او ديزيز او سيندروم. بي سي او، انت بتقول لي واحده تكيسات في العياده، تعرف هي بتفكر في ايه؟ اول ما تقول لها تكيسات تقول لك اه عشان كده انا حاسه بتقل. هي فاكراها ايه؟ اكياس ضغط. طب حضرتك مش ممكن تشيل لي كيسين ثلاثه؟ اقول لها يا فندم لا، الاسم غبي. التكيسات انت هتشوفوها النهارده عباره عن حاجات صغنونه مش معديه 10 مللي. هي بيسموها تكيسات عشان ما بتفرقعش. فالعيال بتبقى مرعوبه تقول لك حضرتك انا قلت برضو انا عندي تقل جامد في المبيضين. ها؟ طلع البي سي او ده اسم انا بكرهه، العيانين بقول لك عاملين عليه شغل جامد جدا. تلاقي واحده جايه تقول لك انا طلع عندي تكيسات، يا ريت. ده دول اللي هيجيبوا توائم، ده دول بيحملوا اسرع من واحده طبيعيه عندهم كميه بويضات. ها؟ يعني انا بقول لها ده انت حظك كويس ان طلعت بي سي او، هتعرف دلوقتي. الحاجه الاخيره بقى اسم القشه. كرونيك انوفيليشن، يعني ايه؟ ما عندهاش تبويض، هنشط تحمل وتجيب اثنين وثلاثه واربعه في بطن واحده. يعني قصدي اقول ثلاث اسماء للموضوع ده. شتاين ليفل سيل العلماء اللي اكتشفوا سوها. بي سي او عشان هنشوف اسمه بولي سيستيك اوفر اسم غلط. كرونيك انوفيليشن ما عندهاش تبويض. الرسم دي اللي هتخلص الموضوع. يا ريت تركزوا فيها. هشرحها اكتر من مره، هي هتخلص كل حاجه. لسبب غير معروف لقوا الست دي عندها هرمون عالي اسمه ايه؟ ال اتش. لسبب غير معروف. ال اتش لما بيبقى عالي بيشتغل على الثيكا ولا الجرانيوزا؟ كم ركز؟ على الثيكا، يحول الكوليسترول الى ايه؟ اندروجين. يعني انت قصدك تقول مين هيزيد؟ كان حق الاندروجين ده يدخل جوه يتحول، حد فاكر؟ يتحول بايه؟ اروماتيز الى اي 2. الغريب انه ما دخلش. فمشي في الدم، شايفين الدم اهو. وراح الفات، قلنا في الفات هل بيتحول لاي 2 ولا اي 1؟ الاستروجين ده شبه الاي 2. يعني اذا عالي فوق 200 بيكوجرام بير مل لمده 36 ساعه بيطلع مين؟ والال اتش يطلع؟ والاندروجين يطلع؟ دخلنا في فيشس ايه؟ سيرك. تاني هعيد القصه ديت عشان تقول ايه الهرمونات اللي عاليه. ال اتش زاد لغير لسبب غير معروف. اشتغل على الثيكا زود الاندروجين. كان حقه يدخل ما دخلش، هنعرف بعد شويه ليه. مشي في الدم تحول في الفات الى اي 1. الاي 1 زود ال اتش بس قلل مين؟ طلع من الاف اس اتش عليه نيجاتيف فيدباك. دي غلطه عندك، دي بيقل مش بيزيد. يعني الاف اس اتش بيقل فبيخلي الفوليكل ما بتكبرش. حد شاطر يقدر يقول لي الهرمونات اللي عاليه بدون ما يبص؟ اول هرمون ال اتش، ثاني هرمون اندروجين، ثالث هرمون اي 1. مين اللي واطي؟ اف اس اتش. العاليه دي بقى على طول تقيس لها تلاقي مين عالي؟ ال اتش ومين؟ اندروجين ومين؟ اي 1. والاف اس اتش اخباره ايه دايما؟ واطي. تعالى ناخد الهرمونات دي وهطلع لك التكيسات اللي على المبيض اهي. ادي الهرمونات اللي انتوا قلتوها اهي. اطلع بالرسمه لفوق. اول هرمون عالي مين؟ ال اتش. ثاني واحد اندروجين. ثالث واحد اي 1. مين اللي قليل؟ نمسك واحد واحد وهيعمل ايه في الرسمه دي؟ مشكلتكم ان انت في اخر السنه بتذاكر، ما بتذاكرش دلوقتي. فتروح فاتح المذكره وتقول الفوليكل مالها؟ على فكره مش دي الفوليكل، ده المبيض كامل. اكتب تحتها المبيض، مبيض كامل. الفوليكل اهي اللي حواليها ثيكا. يعني ده رسمه الاوفري. ادي المبيض بتاع العيان ودي الهرمونات اللي هتشتغل عليه. اللي هيجي يسال السؤال ده بعد كده هفضحه، هوقفه قدامكم واقول لكم شايفين السؤال ده لازم كل سنه على هذا الحال. يطلع واحد يسال يقول لي حضرتك الفوليكل مش عارف ايه اللي حصل لها. اهي الفوليكلز اهي اهي، ودي ستروما ودي ايه كورتكس وده ايه التونيكا البوجينيا اللي هي الكبسول. تعال بقى نشوف ال اتش هيعمل ايه. احنا قلنا بنشتغل على ثيكا ولا جرانيلوزا؟ ثيكا. انتوا عارفين الثيكا دي جايه من هنا من المضله. فال اتش هيعمل دينس ستروما عشان هيزود الثيكا، عشان كده المبيض بتاعها بيبقى ايه؟ كبير. يبقى ما هيسالك هو ال اتش عمل ايه في الرسمه دي؟ قول له زود الاستروما. وهوريكم صورتها في السونار كلها استروما، ودي بتبان باللون الابيض هتشوفوها. يبقى انا عندنا دينس استروما في الالترا ساوند سببها مين؟ ال اتش.
طيب اندروجين في الرجاله بيعمل ايه؟ بيعمل ثيك تونيكا البوجينا للتستس. فهنا يعمل ايه في الكبسول؟ ثيك كبسول بيبقى لونها ابيض شاهد. يعني انت بتعمل منظار تلاقي اللؤلؤه يمين واللؤلؤه شمال في العينه. وايتش كبسول. راحوا مسمينه ايه بقى؟ كتاب الاسم حاجه اسمها اويستر شيل اوفري. هو ايه الشيل ده؟ قوقعه. الاويستر ده ايه؟ الجسم الرخو اللي جواه. قال يعني ده عامل زي القوقعه، اكسبريشن غبي ها؟ اسمه اويستر شيل اوفري، ده الثيك كبسول الوايتش. بعد كده الاندروجين في الستات بيعمل لها شنب ودقن ولا كسوها. طب انا كده فهمت بقى. وبيعمل لها حب الشباب اكل، يعني عندها هيرشوتيزم واكل سببه مين؟ الاندروجين. سيبك من الاستروجين، تعالى لده. اف اس اتش اللي هو ايه؟ فوليكولار ها؟ ستيمولاتنج هرمون، ده بيكبر ايه؟ طب هل الفوليكل هنا هتكبر؟ فحق لانه قليل هتبقى سمول ومترتبه كده زي العقد. فصوص عقد اسود، خلاص انت هتشوفها في السونار سود كده عشان فيهم ميه. فراحوا مسمينها ايه؟ نيكلاس ساين. ايه النيكلاس دي؟ عقد. او سترينج اوف بيرز لقالق. كتاب الاسم كاتب الاكسبريشن الجميل ده، ما اصل البي سي او مكتوب في كتاب الاسم في حتتين. في الانوفيليشن وفي مكتوب في حتتين، فانت تحطهم على بعض يطلع لك ده. ها؟ طلع ان سمول وارينج ما بتعديش كم ملي. حد يقول لي الفوليكل دي هل هتفرقع ولا لا؟ لا. ليه؟ اقل من 18 ملي. احنا قلنا عشان تفرقع توصل من 18 الى، عشان كده الاسم الاشكي بقى كرونيك انوفيليشن. انا مادي اندكشن لدي، هيحصل ايه في الفوليكل؟ تكبر، وبدل ما تكبر واحده ايه؟ توأم. ده دي اجمل ناس بتحمل معانا في الاطفال الارابيين. بتلاقي العينه عندها اجنه، عندها 32 جنين مجمد، ده يكفوها ويكفوا عيلتها. يعني قصدي اقول ايه؟ دولت فرصتهم في الحمل بتبقى عاليه جدا. يعني قصدي اقول ان دي اللي تشينجز اللي بتحصل. نيجي لده بقى، استروجين. استروجين ومفيش بروجستيرون، حد يعرف ايه اللي هيحصل؟ كانسر. ما ده عشان كده بخاف عليهم بقى. يعني تجي لك واحده فيرجن عندها بي سي او، اقول لها بصي انا هعالجك بس عشان ما يجيلكيش ده. ما يحصلكيش نزيف. بيحصل لها اندوميترال هايبربليزيا اذا اهملت. في بنات بتسيب نفسها بالسنين. تقول لك وقت ما تيجي الدوره، ايه ده الدوره منتظمه، تلاقي واحده برنامج ها اخرت يوم ها. على فكره الثانيه بقى ولا في مخها، تقول لك ما تيجي بتني بيه. ايوه بس عدم وجود الدوره ده معناه ان مين عالي؟ كارسينوجين. هتيجي تشتكي بدل امينوريا ايه بقى؟ بليدنج بقى. دي الكاحل ها، دي غالبا هيطلع فيها كانسر وممكن تقلب اندوميترا ليه؟ ان شاء الله ما ناخد اندوميترا كارسينوما. اما اجي اقول لك بيجي فوق سن ال 60 ما عدا في الصغيرين في حاله واحده. ده هو البي سي او. ها؟ دول دايما بخاف عليهم، عشان كده احلى علاج ليهم قد ضد الاستروجين ايه بعد شويه؟ بروجستيرون بس. كام شهر ولا يجي لها كانسر. يعني قصدي اقول هم دولت التشينجز اللي بتحصل. اسال بالعكس. انا بس مركز على الموضوع ده. حد يقول لي دينس ستروما سببها ايه؟ الاتش. انتوا بتقولوا عشان الدم. ها؟ طيب في كبسول بيضة اندروجين. سمول فيليكل عامله زي النيكلاس ساين لو اف اس اتش. تيجي تشتكي من بليدنج امتى؟ المهم بقى اسباب البي سي او لغايه دلوقتي احنا مش عارفينها. قبل ما امسح ايه الهرمونات اللي عاليه؟ انا بعيد لدرجه ان انا دي اهم حاجه عندي تطلع بيه. ال اتش اندروجين اي 1 مين اللي واطي؟ اف اس اتش. قلت لكم كل حاجه عملت ايه في الشكل، عشان كده سموه بي سي او اللي هو تكيسات على ايه؟ على الميديا. تعالوا بقى نشوف اسبابه وسببه ايه؟ ايوه هو هو بس التكوين بتاعه مختلف. كارسينوجين. الاي 2 بيقل في البي سي او ولا بيقل؟ طبعا بيقل طبعا. مفيش خالص. تعالوا بقى نشوف اجمل ثيوري واحلى ثيوري غلط. على فكره لغايه دلوقتي احنا مش عارفين سبب البي سي او. كان يقول لك المشكله التخمه، يعني العينه المليانه هي اللي يجي لها ايه؟ والله 50% في الايه؟ في رفاعين. تلاقي واحده رفع جلد على عظم خلاك العياده وعندها بي سي او. فعشان كده هو انا قصدي اقول الثيوري دي غلط بس جميله، يعني هي عجبانه فانا هشرحها. هو ايه علاقه الاوبيستي بالشكل ده والعالم ما تخس التفول؟ بيقولوا ان الاوبيز ممكن يجي لها السكر. حد يعرف ليه؟ ليه المليانه يجي لها السكر؟ الفات بيكبس على الريسبتورز بتاعت الانسولين فما يشتغلش. في السكر ايه؟ يعمل وده هتقول في البطن يقول لك كده بيكبس بماسك الانسولين ريسبتورز. طيب كده طالما الانسولين مش هيشتغل يعلى ولا يبطل؟ يعني العيانه دي هيحصل لها هايبر ايه؟ ها؟ انسولينيميا. يعني بصوا الثيوري اهي مكتوبه فوق عندكم.
obesity with insulin resistance. يعني العينة المليانة دي تيوري مكتوبة في كتاب الاسم. قال بيحصل insulin resistance فيزيد مين؟ الانسولين. بيسموه بقى في الوقت ده اسم تاني خالص. insulin like growth factor 1. ليه بقى؟ هيعمل growth anabolic. تعال نشوف هيعمل ايه في الرسمة وهقول لك دليل، يعني ممكن يكون بضحك عليك. طلع بيعمل ايه في الرسمة دي؟ ثلاث حاجات. بيزود السنسيتيفيتي اوف ثيكا ال اتش. بيزود السنسيتيفيتي اوف ثيكا لل ال اتش مكتوب عندكم. حد يقول لي لما يزيد ايه الهرمون اللي هيزيد؟ اندروجين. دي اول حاجه اهي. الحاجه الثانيه بينهبت الاروماتيز ده، فيضطر الاندروجين يروح فين؟ الدم، ويروح يتحول الى ايون. اخر حاجه بقى، هو دايما الاندروجين الفري اللي شغال ولا الباوند؟ الفري. يعني واحده عندها فري عالي يجي لها هيرشوتيزم، بس الباوند ولا ليه قيمه لانه ان اكتف. فطلع ان الستات دولت عندهم السكس هرمون بايندنج جلوبولين قليل من الليفر، فمين يزيد الفري بتاعه؟ انت، يخلي البشره سيركل اسرع. طبعا هتقولي انت بتالف، اصلي مكتوبه كده في كتاب الاسم. تعمل ثلاثه اكشنز، بتزود السنسيفتي اوف ثيكا ال اتش، بتزود الفري اندروجين، وبتمنع الاروماتيز. على فكره مش مع الثيوري اصلا، عارف ليه؟ لان الاروماتيز ده هو ده، هو اللي حول لاي 2، هو اللي حول لاي 1، بس هو تاليفه. ايه دليل ان الثيوري دي احلى؟ خسي. حد يعرف ايه اللي هيحصل؟ اول ما تخس 10% من وزنها، يعني 100 كيلو تخسلي 10 كيلو بس، تلاقي ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل اول ما يحصل تلاقي الانسولين بقى بعد عني واشتغل على مين؟ على الجلوكوز، والفيشر سيركل دي تقف بس، والعالم الدوره تنتظم. بلاش دي، بندي دواء للسكر اسمه سيدوفاج، مش عارف سمعتوا عنه؟ او جلوكوفاج، موجود في السوق. ده بيعمل ايه ده؟ ده بيزود السنسيتيفيتي اوف ريسبتورز للانسولين فيتلهي عني. وبالتالي انا كدكتور لسه بكتبه على فكره، مع ان احنا مش بطنه. انا بكتبه لها ست اسابيع، لان مشكلته الدكاتره في مصر بيكتبوه مدى الحياه غلط. هو شغله ست اسابيع وتوقف ست اسابيع عشان يبقى ليه اكشن. فبدي سيدوفاج 6 ويكس لغايه ما الفيشر سيركل دي ايه؟ تقف. كده ده دليلي ان التخمه. طب انت بتقول رفيعين ليه؟ في واحده بقى رفيعه عندها بي سي او. اجمل ثيوري غلط بقى حولها لكم، مش مكتوبه. ها في حاجه اسمها ليبتين، مش ليبتون، ليبتون ده الشاي. ها ليبتين دي ماده موجوده في الفري فاتي اسيد، هي اللي بتعمل انسولين ريزيستنس، فهمتوني قوي؟ فبتخلي العيانه يحصل لها فيشس ايه؟ سيرك. وغلط. بص لغايه دلوقتي احنا مش عارفين سبب مين البي سي او. يعني طلعت نزلت الثيوري اللي عليك اوبيستي ويز انسولين ريزيستنس. كده بقى الخص كلامي، حد يعرف اختصار كلمه سهى؟ ما خلاص هو ده بقى اللي هتكتبه. ايه بقى اختصار كلمة سهى؟ اهي. بس هنغير ستريلتي الى ايه بقى؟ يعني مش معقولة هتدخل لك العيال تقول انت عقيمة، مش حاجة زي كده. هيك انت مش هتحملي، بس انا هخليك تحملي. اوبيزيتي عرفناها، ما ده السبب. هير شوت عشان الاندروجين. امينوريا ليه واوليجو مينوريا؟ يعني ليه العين دي بيجي لها دورة كل 45 يوم؟ ليه بيجي لها امينوريا؟ عشان الاف اس اتش اصلا مش عارف. الفوليك الاف اس اتش مش موجود، فبيكبرش الفوليكل فمفيش اوفيليشن. امتى تيجي ببليدنج؟ شاطر يقول اذا الاستروجين عمل هايبر بليزي، يبقى كده عرفت الكلينيكال بيكتشر بتاعت العين. انا اترعب لما تقول لي عليا نزيف. نيجي للانفستيجيشنز، ايه الهرمونات اللي عليا؟ ها ال اتش اف اس اتش واطي، اي 1 عالي، اندروجين عالي، انسولين عالي، مش دي الهرمونات؟ فيقول لك بقى ان الاف اس اتش الاتش ريشيو اتقلبت، يعني بقى ال ال اتش ضعف الاف اس اتش. دايما في بدايه السايكل بيبقى ال ال اتش واطي والاف اس اتش ولا عالي، اما تتقلب او البي سي او. يعني اذا جات لي واحده في عيادتي وعندها سهى وعملت لها هرمونال بروفايل لقيت اف اس اتش اقل من ال اتش، هل كده دايجنوستيك؟ على فكره ناقص حاجه ثالثه، السونار. يبقى انت عشان تقول بي سي او ثلاث شروط، كلينيكال بيكتشر اللي هي دي، هرمونال بروفايل اللي هو ده، والترا ساوند اللي هو قلته لك دلوقتي هحوره لك. عالم اسمه ادم لقى كرايتيريا اوف الترا ساوند، ايه هي بقى؟ بيقول لك الاوفري كبر، انت عرفتوا ليه كبر؟ علشان دينس ستروما. طيب الدينس ستروما واضحه، هوريك الصوره دلوقتي، والاقي نيكلاس ايه؟ هل دي باثوجنومونيك؟ يعني ايه باثوجنومونيك؟ سبيسيفيك؟ لا، ما قلت لك كل الدكاتره في مصر تعمل سونار لاي انسه تقول لك ده انت تكيسات. الشكل ده موجود نورمال في حوالي 25% من الستات على فكره في الدوره. عادي خالص، يعني انا لازم الثلاثه كلينيكال بيكتشر مع انفستيجيشنز مع ادمز كرايتيريا. نيجي بقى للابروسكوب. انا ما اجي اعمل منظار صح، انا ما بعملوش الا اذا كانت انفيرتيليتي.
يعني نستفيد منه، اما اعمل لها منظار وعمليه عشان اعرف ان ده بي سي او. راح قال لك المنظار اذا انت عملته بالصدفه هتشوف فيه ايه. اوفرز عامله زي اويستر شيل، فاكر كان لونه ايه؟ ابيض، ما فيهوش جايراي. ايه الجايراي ده؟ انتوا عارفين الاوفر السطح بتاعه عامل زي البرين كده، ينزل حته ويطلع. ايه لازمه الدبريشن ده؟ الاوفريشن كل ما يحصل بويضه تسيب مكانها دبريشن، كل ما تطلع بويضه دي بقى تلاقي الاوفر بتاعها سموث وثيك، ما فيهوش جايراي. ليه؟ عشان ما فيش اوفريشن. يبقى العينه دي هلاقي ابسنت جايراي، سموث سيرفيس. هل حط اللاباروسكوب كحاجه مهمه؟ لا، احنا قلنا ثلاث حاجات. ما هي اللعبه كلها انت تكون فاهم وانت بتحل. هم ثلاثه: كلينيكال بيكتشر،